اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ببرنامج خلينا صغار، وحلقتنا لها اليوم حلقه مميزه باطفال مميزين، اطفال وفرقه ابناء الشمس اللي رح نفتتح فيها برنامجنا لها اليوم. واكيد براعم اطفالنا اللي عم تتعذب بمواهبهم اللي نحن دائما نتغنى فيها لنحصل على مجتمع سوي بالمواهب. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقتنا لها اليوم من برنامج خلينا صغار. بنرخص فيكم واهلا وسهلا بفرقه ابناء الشمس اللي رح نعرف عليهم. معنا كرم محمود، اهلا وسهلا فيك، ومعنا جودي كمان شاهين، ويسعد اوقاتك يا قصي، وكمان عبد الملك يا ملك، وكمان معنا احمد، اهلا وسهلا فيكم بفرقه ابناء الشمس. اكيد عندها فرقه ابناء الشمس الكثير من النشاطات اللي عم تسلط الضوء عليها. نحن الاعلام بدورنا اكيد مواهب اطفالنا دائما لازم نتسلط عليها الضوء، ليس فقط على مستوى المحافظة ولكن على مستوى القطر. كان عنده المشاركات بمهرجان الريادة بدار الأوبرا بدمشق، ونالت الفرقة فرقة أبناء الشمس هي الجائزة الأول بمختلف الأصوات. أكيد من فرقة مدينة اللاذقية عروس الساحل، أكيد نحن دائما نتغنى بأطفالنا ليس فقط على مستوى المحافظة ولكن على مستوى القطر. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا ببرنامج خلينا صغار، وأنا كثير هيك فخورة بأصواتكم بخاماتكم المختلفة، ولكن في كل واحد عنده تميز بصوته رح نحكي عليه وشو الإبداعات اللي محضرينها لقدام. من عندك كرم، أهلا وسهلا فيك يا كرم. كرم، أنت فرد من أفراد فرقة أبناء الشمس، من أيمت أنت بهذا الفرقة ومين شجعك ومين قال لك أنه صوتك حلو؟ هلا أنا بهاي الفرقة من شي سنة ونص سنتين، شجعوني أهلي يعني صاروا يدعموني، طبعا بفضل الاستاذ غزوان انا وصلت لهي الفرقه اللي هو اكبر محفز لإلي بهي الفرقه. اكيد احنا بدنا نشكر الاستاذ غزوان العبد اللي عم يشاركنا بالمعزوفات باغاني اطفالنا لهاليوم ببرنامج خلينا صغار، اكيد بدنا نوجه له تحيه. اكيد كرام، اهتمام الاسره كثير لازم يكون موجود بكل بيت لننمي مواهب اطفالنا، صح؟ صح. كل واحد عنده خامة صوت، ولكن الاهتمام بهيدا الخامة الصوت هو الضروري لنستمر لقدام. قد ايه مهم انه وجود الاهل ويقولوا لك انه نعم صوتك حلو، رحنا رح نشتغل بهيدا الصوت، وبعدين رح ننتقل لاستاذ الموسيقى اللي بيرشدنا على المقطوعات الصح، على نشاز الصوت، لنصحح نحن صوتنا بالطريقة الصحيح. قد ايه مهم بدور الاسرة برأيك؟ هلا الأسرة هو صح، نحن عنا بيكون صوت، بس ما بيكون هن أسرتي هن اللي بيشجعوني لحتى بيعطوني ثقة بالنفس أكتر، والأستاذ صحيح.
هو اللي بيرشدني أكثر، كمان بيعطيني ثقة ومحفز لإلي. حلو. هلا رح نرجع لعندك كرم بعد ما ننتقل لعند جودي. هي جودي الفتاة الوحيدة ضمن هيدي الفرقة. قد ايه بتحسي حالك مغنجة هيك بين الفرقة؟ الكل بيحبوك، وجودي وجودي وجودي، صح؟ جودي هلا بنحكي عن هيدي النشاطات، قد ايه بتعني لك اني مشاركة بهيدي الفرقة؟ المشاركة بفرقة أبناء الشمس أعطتني حافز وقوة شخصيتي كتير وثقتي بنفسي. يعني كان في شوية خجل قبل ما ندخل ونطلع على هيك مسارح، بس بعدين كسر حاجز الخوف عندي وثقة بنفسي كتير قوية. حلو. قصي، شو بتعني لك هيدي الفرقة؟ فرقة أبناء الشمس أعضاء إخواتي، أستاذي أبي، آنستي أمي. حلو. من أول ما فتت دخلت على فرقة أبناء الشمس انكسر عندي حاجز الخوف، وصرت أتشجع أكثر وثقتي بنفسي صارت أقوى. حلو. عبد الملك، يا ملك، سلام. شو هيك هيدي الفرقة، احكي لي عنها، كيف تعاملك انت ومعلم الموسيقى، كيف تعاملك انت وهيدي الأعضاء بأعضاء الفرقة، كيف تتعاملوا انتوا مع بعض؟ هلا تعاملنا مع بعض كأنه تعامل عادي جدا، يعني ما في اختلافات وبنرضى بأي شيء. ومثلا أستاذنا الأستاذ غزوان مثلا، يعني ما بنزعل من بعض، نحن بيقولنا هالشغلة هيدي خلص لازم نعملها نحن، لأنه هو المرشد لنا. طبعا نحن ما راح نكون نفهم أكثر منه ولا شيء من هذا يعني الكلام. مثلا هلا نحن ما بنزعل من بعض، ممكن أنا يكون مريض، انا ما بزعل اني مثلا واحد من رفقاتي اني ياخذ دوري. حلو. بيكون الاستاذ، هو الاستاذ غزوان، بيكون يعني بده ينجح فرقتنا ويطلع على العالميه. طبعا هلا نحن عم نشتغل ضمن المحافظات، بس ان شاء الله واذا يعني رب العالمين قدر لنا ممكن نصير نشتغل على العالم. لك دخيل عين والفهمان انا، يعني هيدا الوعي، هذا النضج اللي عم تحكوا فيه. نحن هيك دائما وقت اللي بنشوف هيك اطفال عندنا هيدا الوعي، نحن هيدا الثقافه اللي رح تستمر لقدام من خلال وجوهكم، من خلال مواهبكم، من خلال ثقافتكم اللي عم تبلش هيك من فئات عمريه كتير صغيره. احمد، هلا رح نحكي عن تمارين بهيدي الفرقه، كيف بتتم التمارين، الاستاذ غزوان كيف يتعامل معكم كل يوم، وخاصه نحن هلا بلشنا بفتره الدراسه، يعني بتختلف عن فتره الصيف، النشاطات كذا، هيك نحكي شوي عن هيدي التمارين. احمد، اكيد هلا بالصيف نحن انه كل بين فتره الاستاذ لازم يشوفنا انه مشان نعمل بروفات جديده، بس هون فترة الدراسة ما بقى يعني تلبكنا كتير، بس أيام العطلة يعني، بس إذا في فراغ هيك بيجي من الأستاذ غزمان بنعمله. حلو. هلا مثل ما نوهت ببداية حلقتنا إنه أنتم شاركتوا بفرقة أبناء الشمس بأوبرا بريادي بأوبرا دمشق ونلتوا الجائزة الأولى، ليس فقط بفردي ولكن كل واحد نال الجائزة، صح؟ بنحكي عن هيدي الجائزة، شو بتعني لك كرم، وكنت متوقع انت تاخذ الجائزة؟ أنا كان عندي ثقة بالنفس إنه بدنا ناخذ هاي الجائزة، حلو، خصوصا بتدريب الأستاذ غزوان. بتعني لنا هي كثير، هالجائزة بتعني لنا، بتعطينا محفز ودعم معنوي، يعني بتعطينا ثقة بالنفس أكبر، انه المسؤوليه صارت كبيره عندكم لتقدموا الشيء الاحسن. جودي، انت شاركتي كمان بمهرجان الريادي السوري وكمان نلتي الجائزه الاولى، قد ايه كان المشاركين بهيدا المهرجان، وكنت متوقعه حضرتك انك تفوزي؟ كنا متوقعين، بس حتى لو ما فزنا كان كثير هيدي المشاركه بتعطينا دعم معنوي، انه خلص كسرنا حاجز الخوف، ما بقى عندنا خوف من اي مسرح كان. حلو. قصي، رهبة المسرح قد ايه؟ مسرح الاوبرا له رهبة خاصة، يعني مستحيل اي مسرح بسوريا يكون له الرهبة نفسها اللي بمسرح الاوبرا. شو صار في هيك، خليك هيك استحضر بذاكرتك كيف كان حضورك على دار الاوبرا بدمشق. هلا بالكواليس كان شوي عنا خوف وارتباك اكيد، بس طلعنا شفنا هالجمهور، يعني جمهور رائع. حلو.
كان عندنا شوية ارتباك بس كسرنا له الارتباك ورحنا للأمام، وإن شاء الله إن شاء الله هيك بشوفكم هيك نجوم ساطعة، ليس فقط في سماء سوريا ولكن في سماء العالم. عبد الملك، نحكي عن شعورك، أنت خفت ولا لا؟ عندك ثقة باللي شيء عندك اللي بدك تقدمه؟ المشاركين عندك هيك كان خوف من أحد المشاركين؟ هلا طبعا ما في داعي إني أنا خاف طالما إني في أستاذ عم يدربنا وعم يشيرنا على الصح، لأني كانت في فرق في عندنا ارتباك، بس نحن الوحيدين الحمد لله إننا جائزة. وحتى لو إني ما إننا جائزة إلنا الفخر إن اللجنة أو الأعضاء من منظمة الطلائع إني تختارنا ونوقف على مسرح دار الأوبرا، لأني ما من مكان بيقدر يوقف على هذا المسرح. حلو. ونحن يعني من إني صغار نوقف على هذا المسرح فخر كبير لإلنا ولسوريا ولكل العالم. كتير حلو. أحمد، هلأ منظمة طلائع الباس أكيد إلى دورة لتنمي هيك مواهب بالإضافة للأستاذ الموسيقى وأكيد بالإضافة للأسرة، قد إيه مهم هيدي كانت بحياتك منظمة طلائع الباس؟ خاصة أنتم من الرواد، يعني شو بتعمل لكم؟ شو كيف مثلا أنت صوتك حلو وكيف بتشجعك على أنك تستمر من خلال فعاليات، من خلال نشاطات، من خلال أنه تقول لك أنت هون في نشاز لازم تشتغل على حالك هون؟ هلا منظمة وخاصة في فعاليات هي بتديرها منظمة طلائع الباس وبتاخذ الرواد، صح؟ هلا انا انه ايمتى اجيت على منظمة الطلائع؟ انه كلهم كانوا، انا اجيت يمكن اخر شيء تقريبا. حلو. وما كنت متابعة معه. بالصدفة بسبب ظروفك يعني. كان في مهرجان الاغنية بالشام. حلو. ما لقيت الاستاذ غزوان عم بيقول لي انه تعال على البروفا. اجينا على البروفا. الاستاذ غزوان هو اللي اكتشف اصواتكم ما؟ اجينا على البروفا وصار انه نحن فرحنا كثير يعني وتشجعنا اكثر انه راح نطلع على دار الاوبرا، شغله كبيره راح نطلع على دار الاوبرا. حلو. كثير حلو. هلا مثل ما من هيك فئات عمريه كل واحد عنده خامه صوت مختلفه عن الثانيه، وتوجهاتكم بالاغاني يعني كل واحد بيحب انه يغني شيء يلبق ستايله، صح ولا لا قصي؟ شو بتحب انت تغني؟ انا بحب الاغاني الطربيه والمواويل الجبليه. حلو. هلا بما انه حكينا كثير واخذنا فكره عن فرقه ابناء الشمس واخذنا كل واحد من شجعه بحياته ليستمر بموهبته، هلا شو رايكم ناخذ اغنيه من عندكم ولا بتحبوا شيء فردي؟ شو؟ لا انا بحب ان ناخذ جماعه لان احنا تعودنا على جماعه ما بقى نتعود على الفرد، لاني بس واحد لاني بس غنينا كلياتنا كاننا واحد، لان احنا طبعا فرقه واحده. كثير حلو. يلا شو حابين تسمعونا؟ لولا. يلا. اللاذقية اللاذقية لست أدرك سرها، فلعله بسحرها مكنون، البحر هام بحبها كأنه قيس بليلى هائم مجنون. قالوا شغفت بها فقلت نعم نعم نعم، فأنا برقة أهلها مفتون. لولا حلمير يا لولا، لولا حصبا يبتت لولا، لولا حلمير يا لولا.
هلا اكيد بالاول نحن ما كنا هيك بتطلع معنا ظابطه، بس الاستاذ عزوان كان ينسق لنا مواعيد بروفات يعملنا لحتى تزبط معنا. وطلعنا فيها على المسرح ونعجبوا فيها العالم. حلو. احمد، تحضير لمهرجان الريادي، يعني كيف تم التحضير وكيف اخترتوا انه انتوا الفرقه ابناء الشمس رح تمثلوا مدينه اللاذقيه بهيدا المهرجان، وبعدين صرتوا تحضروا؟ التحضيرات كيف تمت انتوا التنسيق مع الموسيقار غزوان؟ كيف تم التحضير لإله؟ كثفتوا مثلا تمارين عندكم كل يوم تجتمعوا انتوا الاستاذ غزوان؟ قديه المدي وقت اللي قالوا لكم انتوا بدك تشتركوا بهيدا المهرجان؟ قديه تعبتوا على حالكم؟ كان في وقت ولا ما كان في وقت؟ كيف التمارين كانت مكثفه؟ وانه كل بروفة يمكن بتاخد شي ساعة أو ساعة ونص. واتخنا يعني الأغاني اللي اتخناها مظبوط. يعني كان في وقت بينكم وبين المهرجان؟ ايه كان في وقت. كان في وقت، يعني بتعرفوا انه فرقة أبناء الشمس هي بدها تشارك بهيدا المهرجان. تمام. هلا بدنا نستغل برنامجنا لهيك نسمع أصواتكم الحلوة، شو رأيكم؟ يلا. هالصوت يا جودي، يسلم هالصوت. هلا اكيد الاختيارات بتكون عند الاستاذ غزوان، بس في واحد بيميل مثلا يغني مثل ما بيحب، مثل ما بيكون هيك قلبه مرتاح وعنده هيك قابليه لغناء، بيكون لهجه معينه او تيب معين، صح ولا لا كرام؟ انت شو بتحب تغني بالحياه غير مختارات الاستاذ غزوان؟ غير هاي يعني واحد مثلا عنده خامة صوت بتكون بمجال الجبلي، العاطفي، الكلاسيكي، صح ولا لا؟ ايه يعني بتحب اغني الشغلات العاطفية شوي. مين اكثر مطرب بتحب تغني له؟ بتحب لحسين حوراني. يلا كرم، شو حابة تسمعنا؟ حابة اسمعكم اغنية طفلية كلمات الشاعر ياسر صبرا، تلحين الاستاذ غزوان، هي مدوا ايديكم ليدي. تفضل، اكيد نوجه لنا عبر برنامجنا تحية. Me
قوية وسنزرع بالحب ورودا. مدوا 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 أيديكم ليدي. هاي 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 هاي. حلم صديقي طبيب ماهر والآخر قبطان مغامر. حلم صديقي طبيب ماهر والآخر قبطان مغامر. وصديقتنا الأولى دوما ترسم تعزف لحنا آسر. مدوا 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 أيديكم ليدي. برافو برافو كرام، انت شاركت بهذه الاغنيه بمهرجان الاغنيه الطفليه الثاني تمام، اخذت المركز الاول على هذه الاغنيه ولا لا؟ نحن اخذنا هاي المشاركه انت بهذا المهرجان. اخذنا الجائزه اللي جاءت الامتياز بجميع بكافه الاعمال، يعني بكافه الاعمال اللي قدمتوها. كثير حلو انه نحن اطفال انه نوجه رساله عن طريق الفن من خلال هيدي الأغنية اللي قدمتها كرام، موجهة تربوية ثقافية، يعني بتدل على توعية الطفل ليس فقط في مجال التعليم ولكن كذلك الفن له رسالة. قدامهم إنه نقدم هيك أعمال من خلال أطفال مثلكم، شو رأيك يا عبد الملك؟ مهم كتير طبعا، نحن هلا عم نرسل رسالة لكل العالم بس ل من خلال هيدي الكلمات. اكيد بدنا نوجه تحيه للملحن غزوان العبيد اللي عم يشاركنا بحلقتنا لهاليوم، وكمان كلمات الاغنيه ياسر صبرا، اكيد بدنا نوجه له على هيدا الاختيار وعلى هيدا التلحين. نعم. اللي قدمتوه انتم بمهرجان الاغنيه الطفليه، قدامهم انه نوجه رحنا رسائل ونحن اطفال توجيهيه تربويه ثقافيه اجتماعيه من خلال اطفالنا. هلا نحن عم نغني وعم نغني على المسارح وعم نعمل حفلات، وطبعا عم نطبق لنعمل امسيات في المركز الثقافي وفي المسارح. طبعا هلا نحن مهم كثير انه نبعث رسائل من صوتنا من مواهب سوريا، اللي ان في غيرنا كثير عالم هلا نفس اصواتنا ويمكن احسن، ما عم تنكشف، ما يعني ما عم يطلع مواهبهم. بقى نحن يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين فتح بوشنا وطلع لنا الاستاذ غزوان العبده وطلع لنا منظمه الطلاع بوشنا لتنمينا مواهبتنا، موهبه الغناء وعده مواهب ما بس موهبه الغناء. كثير حلو، انا كثير مبسوطه انه عندكم هيك وعي ثقافي، وكررت انا هي بكل برنامج بكل حلقه من برنامج خلينا صغار، ليس فقط انتم ولكن كل المواهب اللي عم تجي عم حسها هي مثقفه واعيه بتعرف شو بدها من خلال موهبتها. واكيد نحن بدنا نوجه تحيه للحضن الاول وهي الاسره وكذلك المدرسه وكذلك منظمه طلق البعث اللي عم تنمي هيك مواهب واللي عم تشتغل فيها لنحصل دائما على مستقبل طفولي مشرق من خلال اطفالنا. هلا كمان رح نسمع، شو رايكم؟ يلا غرد يا بلبل وسل الناس بتغريدك، غرد يا بلبل وسل الناس بتغريدك. الله يتمم
ما عليك الجمال ويزيدك. الزم غصونك يا بلبل، الزم غصونك يا بلبل، الزم غصونك يا بلبل، الزم غصونك يا بلبل، وطير بالجو وادعي لي، وطير بالجو وادعي لي، وطير بالجو وادعي لي، يمكن بيساعد رضاي حلها سيدك. يا ليل يا ليل يا ليل يا هالاصوات ويعطيكم العافيه. هلا بما انه عرفنا انه عبد الرحمن شو بيحب يغني، وكمان جودي شو بتحب تغني، او عفوا كرم شو بيحب يغني، نتعرف كمان على احمد شو بتحب تغني، شو بتحب هيك بيلبق لصوتك اكثر؟ العراقي. العراقي كثير حلو. انت عبد الملك؟ انا طبعا بغني كلاسيكي قديم، بحب القديم كثير 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 حلو. جودي؟ انا بميل للطربي اكثر. حلو. عبد الملك شو حابه هيك
تسمعنا هيك لحالك؟ الليلة يا ليلى. تفضل. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، فالحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، صوت يا عبد الملك. واكيد كل حدا مشاهدينا عنده موهبه مميزه اكيد للاطفال بالخصوص بامكان التواصل معنا على برنامجنا خلينا صغار على 400-595 او بالحضور هون لقناه اوغريت بمدينه اللاذقيه. اكيد نحن بنعتز بهيدي المواهب الحلوه، وهلا كمان رح نسمع اصوات كثير حلوه بعد ما نروح لعند زميلتنا بتول الشيحه لنشوف ما حضرت لنا من اصدقاء اوغريت وراشغين. أكيد مشاهدينا رح نشكر زميلتنا بتول الشيحة على هيدي المختارات الحلوة، بإمكان التواصل معنا على الرابط الموجود بأسفل الشاشة. هلأ رح نرجع لعند براعمنا الحلوة مواهبنا الغالية، رح نسمع من عند جودة، شو رأيك؟ يلا. مشغول عليك مشغول مدرسة غيب عني، يا ريت عذابي يطول وافضل قريب من عليك مشغول، لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك، لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك، وكان عزايا اني بقابلك واكلمك واقعد وياك، وبعد ما شغلي جمالك راحت وخلصت ايامي، ضيعت املي بامالك
عليك المشغول. يسلم هالصوت يا جودي، واكيد هلا رح ننتقل لعند قصي. يلا. يا مال الشام يا الله يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي. يا مال الشام يا الله يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي. لو المطال طال وطول الأصوات الحلوة مثل ما شايفين. آلة الدف قصي، شو بتعني لك هيدي الآلة؟ آلة الدف هي موهبة من مواهبي، أنا اخترتها لأني بتعطي إني روح مرحلة الغنية. حلو، الإضافة للغناء عندك هيدي العزف على آلة الدف غير المواهب، يعني بما إنه عديت عدة مواهب، شو عندك بمواهب غير؟ عندي هلا الغناء والدف والفصح والخطابة. حلو، سمعنا الشيء؟ فصح وخطابة. حملوا سيوف الحق بيدن وصاروا منارة للأجيال، سوريا أرض الشهادة وشهدانا كلن أبطال. من حوران الجبل الزاوي للساحل بالوطن كلن إخوان، حب الوطن حب الوطن عنا عادي، وبالحب نبني الأوطان. سلطاني نادي إبراهيم والشيخ صالح بالساحل سمعان، واللاذقية واللاذقية كتبت مرسال، الشيخ صالح الشيخ صالح يا زينة الرجال، صاحب أعلى صوت ونادى يا فرنسي يا إرهابي عنا رحال عنا رحال، شدوا الهمة زيلوا الغمة، هذا تاريخك يا بلادي مسطر بدماء الأبطال. برافو برافو برافو، أكيد أنت بتستاهلوا، ما بس تشاركوا بمهرجان الرياضي السوري أو بالمهرجان الأغنية الطفلية الثانية، أكيد أنتوا لازم تشاركوا من خلال هذه المواهب، من خلال هذه الأصوات الحلوة، من خلال ثقتكم بنفسكم بمهرجانات تفوق العالم كله، لأنه أنتوا عن جد بتستاهلوا هذه الوعي، هذه الثقافة، هذه الصوت، هذه الفكر اللي عندكم، أكيد أنتوا ما شاء الله عليكم وربي يحميكم. وهلا كمان قبل ما يخلص برنامجنا رح نسمع هيك اكبر عدد من الاغاني من اصواتكم الحلوه من عند احمد. مالي خلق احب وافترق، نار العشق نار تحرق حرق، احنا في وطننا كل محال كل وجع كل فتان، احنا في وطننا كل محان كل وجع كل فتان، وليحكموا بهذا
الزمن اتفق ولا نتفق ما لي خلق ما لي خلق ما لي ما لي ما لي ما لي خلق. بس فيني اسمع هيك مجموعة منكم ما لي خلق مع بعض؟ جودي عبد الملك وأحمد شو رأيكم؟ شايفين حاضرين ويمروا بيطيبوها كمان كلنا مجموعة. كتير أنا وأحمد وأنا وجودي وقصر. يلا ويمروا بيطيبوها وتسكن الأحلام جميلة وأحبها واسمها شام. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام جميلة أحبها واسمها شام. شو مرة راسي شو تغيروا ناسك ليش هيك فيكي صار اجتمعوا الوجع والنار صاروا إلك زنار. يا أرض السلام يا أرض السلام معلش إلك الله والملايكة حرام. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا غيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر منموت ومننحني. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر منموت ما مننحني. شقام وما المجد شقام وما المجد أنت المجد أنت المجد لم يغني. شقام وما المجد أنت يسلم على هيدا التناغم الحلو على هيدا التنسيق بين الأصوات. يسعد أوقاتكم ونورتوني ببرنامج خلينا صغار. أكيد بدي نوه على المشاهدين أنه برنامجنا نص ساعة ولكن أنتم تستاهلوا أكثر من نص ساعة. مديناها كرمالكم لأنه أنتم فرقة أبناء الشمس فعلا الشمس بحد ذاتها. يعطيكم العافية نورتنا كرم نورتينا جودي وقصي وعبد الملك وأحمد وبتمنى لكم توفيق بحياتكم. هيك بمشاهدينا تكون حلقتنا لهاليوم برنامج خلينا صغار خلصت على أمل تكون نالت إعجابكم. بحلقة جديدة من برنامج خلينا صغار. باي باي.